Welcome back. أنا اسمي إنجي عبد الرؤوف and I offer CPHQ preparatory courses. الفيديو ده هنتكلم فيه على أنواع الكورسز اللي I offer on my site. إن في ناس كتير بتسألني هو إيه الفرق بين الكورس ده والكورس ده. طيب الكورسز دي مبدئيا الهدف منها إنها تجهزك إنك تعرف يعني تعدي امتحان CPHQ. ف it is an intensive review for the body of knowledge for the outline of the CPHQ exam. طيب يعني انا المفروض هاخد الكورس ده وبعدين هدخل الامتحان على طول؟ يس. احسن ناس بتعدي من اول مره امتحان السي بي اتش كيو هم اللي بيعملوا كده، بياخدوا الكورس من اوله، بيحضروا الكورس من اول يوم، بيذاكروا، بيتابعوا، بيحلوا اسئله، وبيقروا وبيسالوا، وباي ذا اند اوف ذا كورس اللي هو بيبقى حوالي 3 4 شهور بيبقوا almost ready for the exam and they register for the exam. وان شاء الله الحد يعني نسب كبيره بتباس فروم ذا فيرست تايم. فانا رايي الشخصي اللي ناوي يدخل الامتحان او ناوي يبدا في الكورس دوت محتاج يبقى مفرغ نفسه تماما للكورس ده بس، محدش يقول لي انا اصلي بذاكر بورد تانية، اصلي بعمل ماجستير في التخصص بتاعي، اصلي مش عارف ايه. لو بتشتغل يبقى كفايه بس الشغل مع المذاكره، اوكي؟ فالهدف بتاع الكورس ان احنا نبقى جاهزين للامتحان بتاعنا. طيب ايه الكورسز اللي انا بقدمها؟ في ثلاث انواع من الكورس. الاولاني اللي هو اللايف كورس، ده بيبقى اونلاين، يعني حضرتك قاعد في مكانك اني يعني في اني بليس، بتبقى معايا اونلاين زي بالظبط فكره التشاتنج، وبتحضر معايا المحاضره اونلاين لايف. يعني ايه لايف؟ يعني بيبقى بث مباشر، يعني انا بشرح البرزنتيشن على باوربوينت كده وحضرتك قاعد ات ذا باك سايد سامعني وانا بتكلم وبتسالني وبتجاوب على اسئلتي وفي انتر اكشن. ده بنسميه الاونلاين لايف كورس، وده هشرحه بالظبط بيبقى ايه نظامه. الكورس النوع الثاني اللي هو الاي ليرنينج بروجرام، والاي ليرنينج بروجرام ده في منه شكلين. الشكل الاولاني هو باي لينجوال اللي احنا بنتكلم فيه باستعمال اللغه العربيه والانجليزي في نفس الوقت زي ما انا بشرح دلوقتي، وفي نوع تاني اللي هو الانجليش اونلي، وده بيصلح بس للناس النون اربيك سبيكرز، الناس اللي ما بيعرفوش يتكلموا عربي. ودول طبعا لو حضرتك فاهمني دلوقتي فيبقى حضرتك اكيد مش انجليش اونلي كورس. طيب الكورس الاولاني اللي هو اللايف كورس، اللايف كورس ده بيكون من 14 محاضره بمعدل 3 ساعات اسبوعيا، مره واحده في الاسبوع، بيتحدد ميعاد المحاضره حسب الران اللي بيعلن عنها. 3 ساعات كل اسبوع، عادة بتبقى بالليل بعد الساعة 7 أو 8 بالليل بتوقيت القاهرة. بنشرح فيها topic حسب الجدول اللي هبعته لكم في أول أيام المحاضرات. ف 14 محاضرة بمعدل مرة واحدة أسبوعيا. محتاج إيه عشان أعرف يعني أحضر المحاضرة دي؟ محتاج يبقى عندك DSL connection، محتاج يبقى عندك headphones ومايك، يعني تسمعني من خلال الهيدفونز وتكلمني من خلال المايك. وطبعا لو حابب تاخد نوتس المحاضرات، السوفت كوبي بتاعت المحاضره ببعتها قبل المحاضره بيوم او اتنين. ناس كتيره بتبقى حابه انها تطبعها وتكتب معايا اثناء المحاضره، فطبعا ده ممكن انتوا تكتبوا معايا نوتس لو انتوا حابين. طيب يبقى عشان حضرتك تشترك في اللايف كورس محتاج يبقى عندك انترنت كونكشن، محتاج يبقى عندك الهيدفونز والمايك وتكتب نوتس معايا. الحاجات اللي بنستعني يعني ايه الطريقه اللي بنستعملها في الكورس او يعني الليرنينج ميثودز؟ طبعا حاجات كتيره، احنا اساسي بنشرح على باوربوينت برزنتيشن، بنستعمل كيس ستاديز كنوع من يعني بنقوي بيها بوينتس معينه، بندسكس بيها بوينتس معينه، كويستشنز. كل محاضره بيبقى فيه وراها كويز، والكورس نفسه بيبقى في نصه في امتحان وفي اخره في امتحان تقييم، اوكي؟ طبعا بلس شويه فيديوز illustrative فيديوز احنا بنتفرج عليها عشان تشرح لنا شويه concepts. كل التفاصيل على فكره بتاعت الكورسز دي هتلاقوها في الموقع drangie.com، والموقع ده هتلاقوا فيه كل اعلانات الكورسز بكل التفاصيل بتاعتها، وكمان بالكونتاكت بتاعي لو حد حابب يكونتاكت معايا. برضو من الحاجات التانية ان في ناس ساعات تقول لي طب احنا في الوقت ده ممكن يعني يوم مثلا في الكورس انا كان عندي شغل ما عرفتش احضر المحاضرة. طيب المحاضرات بتبقى في منها كوبي مسجلة، الكوبي المسجلة دي انا بديك بعد ما بتشترك في الكورس بديك يوزر نيم وباسورد على احد المواقع، اوكي؟ بتدخل اليوزر نيم والباسورد بتوعك وتكتب تشيك لوجن، هتلاقي نفسك registered في واحد من الكورسز.
لما تدوس على الكورس دوت هيظهر لك لستة بكل الهاند اوتس والفيديو ريكوردينجز بتاعة الكورس. يعني مثلا هنا لو انتوا شايفين المحاضرة الأولى لكتشر نمبر 1 هتلاقوا فيها السكيدول، لو دوست على السكيدول هتلاقي السكيدول ده ظهر لك. هتلاقي فيها كمان بارت 1 من المحاضرة، بارت 2، بارت 3، وهتلاقوا في آخر اللكتشر دي هتلاقوا الكويز، تمام؟ الكويز بتاع الهيلث كير كواليتي كونسبتس، أول تشابتر بتاعنا. الكويز ده برضو بنحله على الموقع، كل حاجة بنعملها على الموقع دوت. فالموقع ده بيبقى مفيد في ان انت طبعا بتقدر تحل الاسئلة في بتايم، يعني اولا كمبيوتر بيست زي الامتحان السي بي اتش كيو، وبتايم، فبتتعود شوية على الامتحان. وطبعا لو فاتتك حاجة في المحاضرة تقدر تروح تاني وتسمعها infinite number of times. الموقع ده هيشتغل لازم بال DSL او يعني بالانترنت كونكشن. باي ذا واي اللي معاه سمارت فونز يقدر يدخل على السايت دوت باليوزر نيم والباسورد بتوعه من السمارت فون ومن الايباد كمان بتاعه. فدي الميثود اللي بنستعملها في الكورس. طيب حاجه مهمه جدا، زي ما قلت قبل كده، اللي ناوي يدخل الكورس ده لازم يبقى متفرغ، مش عايزه الناس تبقى مشغوله، لان اصلا في خلال المحاضرات بيبقى مطلوب منكم شويه assignments واسئله تجاوبوا عليها. ففي جروب ورك بيمثل بارت كبير قوي من الكورس ده، فبليز بي prepared تو participate as a group member in working in all assignments. ان هيبقى في assignments كتيره محتاجين احنا نشتغل عليها يعني on a weekly basis، او يمكن يبقى يعني فترات اطول من كده، بس هيبقى فيه work done during the course. طيب الحاجات اللي هتستلموها مني بعد ما تشتركوا في الكورس، هتلاقوا في هاند اوتس للبرزنتيشنز اللي احنا نشرحها، ودي زي ما قلت سوفت كوبي بتتبعت قبل المحاضره بيومين اللي حابب يعني يطبعها ويذاكر منها. هيبقى في هاند اوت اسمها كواليتي تولز، ده هاند بوك كده او بوكلت، تسميه بوكلت، بيتكلم على الكواليتي تولز بتاعتنا وفي اسئله فيه. هتستلموا كمان شويه لينكس لفيديوز نستعملها during discussions، case studies، questions، the questions والميد اكزام والفاينل اكزام، كل دول هيبقوا موجودين على الموقع. الفاينل اكزام ده اللي بيجيب فيه سكور اكتر من 80% يعرف ان هو جاهز يدخل امتحان السي بي اتش كيو فورا. اوكي، فهو ده اللي في تقييم في اخر الكورس اللي بيقول لي انا جاهز ادخل الامتحان ولا لا. كل ده في اللايف كورس. طيب الاي ليرنينج بروجرام، ناس كتير بتسالني طب هو الاي ليرنينج بروجرام ده هو زي اللايف كورس كده بالظبط ولا في مختلف؟ الاي ليرنينج بروجرام هو بالظبط زي الاونلاين لايف كورس. الفرق ان انت في اللايف كورس انا بحجز لك سيت تبقى معايا اونلاين في برنامج، انا ببعت لك الميتنج بتبقى موجود معايا اونلاين. في الاي ليرنينج بروجرام انت ما بتبقاش ليك سيت، يعني ما بتحضرش معايا اونلاين، انت بتاخد الكورس المسجل بس. فاكرين التالنت اللي احنا لسه قايلين عليه، او اللي هو النظام اليوزر نيم والباسورد؟ الكورس المسجل هو بالظبط الكورس المسجل بكل حاجه فيه، نفس الماتيريال، نفس الاسئله، نفس الامتحانات، نفس كل حاجه فيه. الفرق عن اللايف كورس ان حضرتك مش هتبقى موجود معايا اونلاين، وهو ده الفرق في الكوست حتى ما بين التو كورسز. طب هحتاج ايه عشان الاي ليرنينج بروجرام؟ هتحتاج يبقى عندك دي اس ال كونكشن عشان تقدر تدخل على الموقع دوت. مش هتحتاج طبعا يبقى مايك ولا هيدفونز، لان مش هيبقى فيه يعني كوميونيكيشن اونلاين. فالاي ليرنينج بروجرام هو نفسه بالظبط اللايف كورس، الفرق ان ده بيسمح لك انك تحضر كل اسبوع لايف بس مباشر، التاني انت بتاخده من غير ما تبقى في انتر اكشن مع الانستراكتور. طيب سؤال تاني بتساله، طب يا ترى لو انا عندي سؤال اوصل لك ازاي، اسالك ازاي، افرض ان في حاجه ما فهمتهاش؟ طيب احنا في طرق كتيره قوي للتواصل، الايميل بتاعي، التليفون بتاعي، في كمان صفحه فيسبوك معموله مخصوص للكانديدس بتوعي، يعني الناس اللي بيشتركوا معايا في الكورسات كلهم متجمعين على صفحه في الفيسبوك. الصفحه دي اي حد عنده سؤال، عنده معلومه جديده، دخل الامتحان وجه بيقول لنا ايه الاخبار، بنتكلم على طول على الصفحه دي. فالتواصل موجود سواء في اللايف كورس او في الاي ليرنينج بروجرام، ما حدش يقلق خالص من القصه دي. طبعا لو حضرتك وقتك ما يسمحلكش ان انت تحضر كل اسبوع بانتظام لايف، في ناس مثلا يقول لي انا عندي، واحده تقول لي انا عندي بيبي مثلا ما بقدرش احضر والبيبي معايا، حد يقول لي انا بيبقى عندي ورديات كل اسبوع مختلفه ماليش ميعاد ثابت اقدر احضر فيه، يبقى في الحاله دي انا ارشح لحضرتك انك تحضر في الاي ليرنينج بروجرام مش اللايف كورس. اوكي،
الكورس الثالث، النوع الثالث من الكورسز هو الانجليش اونلي كورس، وده زي ما قلت لكم للنون عربيك سبيكرز، فطبعا ده غير مناسب للناس اللي بيعرفوا يتكلموا او يفهموا اللغة العربية، وهو بالظبط زي الاي ليرنينج بروجرام الثاني.